الدول اللي مضروبة ضاربة فيها ينجموا ما يتعاملوش معها، ما الدول اللي ما فيهاش هذا ما تتحرمش الناس من المرحش. جميل. الناس شكون يخافوا على الشعب؟ نعم. مضرة. نعم. وهي بيت الله. نعم نعم. بيت الله من مغربي أي إنسان يزورها. نعم. ربي ما يحبش المضرة البشر. مع الفكرة تمنعوها عن كل المسلمين في هذه الفترة. أظن إذا بتحددوا الدول اللي مثل اللي جاي من الصين أو الدول اللي فيها منتشر فيها المرض فهذا ما في أي مشكلة.